أسعد الله صباحكم أو مساكم. هالمرة المساء مختلف، بدينا اليوم إن شاء الله معكم الساعة 11، في السابق بدينا 11 ونص وقبلها كانت 12 واليوم 11، والأسبوع القادم تتوقع نواف إيش؟ لا حنثبت على 11. لعيون من؟ لعيونك أنت طال عمرك، وعشان ما نتأخر عليك كل التحية لمن يتابعنا من خلف الشاشة ولمن كذلك يتابعنا عبر رابط البث المباشر باليوتيوب، أنا عادل بن هيف أسعد بأن ألتقيكم في الإبراهيم الرابع. اذكروني بأسماء المغادرين سابقا يا جماعة: مبارك المخاريم، وهزاع، ومازن الشمري، واليوم مين؟ أنت تدري؟ أنا ما أدري. طيب، أتوقع الآلية واضحة للمتسابقين وواضحة للجمهور، حنبدأ سريع سريع عشان الحماس يكون عالي مرة، لأن الشباب واضح أنهم متوترين، والدليل على ذلك أن محمد الطوالة، أعطوني محمد الطوالة، محمد الطوالة صح النوم، يقال إذا ضاقت بك السنوات ذرعا نم، يقال إذا توترت نم. النوم زين، ها؟ النوم أساس اللوم، بنردبة على توترات نوم شلافيه، ها؟ لكن النوم بعض الاحيان زين. وش اللي يخليك تنام وانت عارف ان عندك ابراهيم؟ قبل شوي والله من التعب. بسم الله عليك، وش فيك؟ تعبان جسديا. اهم شيء روحك. لا روحي حيه، ما عليك ان شاء الله. طيب، صلوا على النبي يا جماعه الخير. طيب، مناحي الاسلمي، نواف الروقي، باسم المطيري، محمد الطوالة، تبقى معي فقط اثنين. سلطان ابن دويحس يمشي كذا كذا، نشوف اليوم كيف تمشي يا سلطان. وكذلك بقى معي سادس النومنيه سعد ابن فيصل الضيف الدائم. استأذن منك عزيزي المشاهد 10 ثواني بس، 10 ثواني وراجع لك 10 ثواني.